صباح الخير بصبحية مع غادة موجودة معاكم من عجلون ومعاي أبو أحمد اللي زي ما شايفين عم نعمل شاي على الحطب ريحته بتشهي أبو أحمد صباح الخير يا صباح النور يا هلا كيف الأخبار وكل عام وانتم بخير بهالموسم موسم الخير وانتم بخير الحمد لله رب العالمين موسم السنة الحمد لله يعني كثير كويس وان شاء الله يعني انه راح يكمل كله كويس ان شاء الله تعالى طيب خبرنا ابو احمد احنا اليوم موجودين وين بالضبط احنا موجودين في منطقة بين نعيمة وصخرة اسمها ربيع وهي تابعة لأراضي عجلون وبس وقد قد ايه مساحة الأرض وكم تنكة بتطلع وايش نوع الزيتون حابين هيك نسمع منك تفاصيل أكثر عن كل هذه التفاصيل الحلوة مساحة الأرض حوالي 30 دلم إن شاء الله تعالى السنة يعني الموسم كويس بتطلع حوالي 50 تنكة زيت ونوع الزيتون عندنا كله سوري بلدي يعني ما في نبالي لانه الزيتون السوري هو المعدل يعني خلينا نقول للزيت اكثر من نبالي بكميه الانتاج بكميه الانتاج طيب هلا انا بدي اعرف بعد ما تجزوا الارض بتاخذوا هالزيتونات وبتروح على المعصره بنفسك لحتى تتاكد انه عم بتصير عمليه العصر بالشكل المضبوط كيف قل لي والله احنا يعني بنحط هسه لما نروح احنا بنفرد الزيتون على ما بنخليه بالاكياس بنفرده على الارض لا تنكمل الكرم بس نكمل الكرم بنعبيه بالاكياس ونروح على المعصره وبنعصره باذن الله تعالى وبنكون موجودين يعني احنا يعني كلنا بنكون موجودين عشان يعني ما يصير في شك بالزيت يعني تمام تمام خلونا اذا ننتقل لام احمد لحتى نشوف كيف عم بتقطف الزيتون او عم بتجز الزيتون بالارض وطبعا أم أحمد إلها تقريبا أسبوع في هذه الأرض مع الجميع صباح الخير أم أحمد أهلا وسهلا أهلا كيف أخبارك؟ الله يسلمك هلا تمام؟ الحمد لله رب العالمين. كل عام وأنت بألف خير وأنت بخير والصحة, والصحة قولي لي إيش المونة اللي عندكم بالبيت اللي أنتم بتعملوها بإيدكم؟ لبنة جبنة شو هي؟ الحمد لله كل شيء عندنا زيتون، زيت، زعتر إحنا منسوي على إيدينا لبنة، جبنة يعني سمنه سماق كل هاي المونه يعني احنا بنسويها بالبيت وطبعا هذا لانه احنا كمان بمنطقه جدا ثريه وغنيه بكل الخيرات يعني معروف طبعا معروفه منطقه تفضل عندي شوي ابو احمد معروفه منطقه عجلون قد فيها خيرات وحتى السماء بسموه البترول الاحمر مزبوط نعم نعم البترول الاحمر نعم وايش في كمان اشياء والله احنا يعني تقريبا ما بنشتري الا الضروريات الا الضروريات الا الضروريات اما يعني خلينا نقول الالبان ومشتقاتها الزيوت اللحوم كله من عندنا يعني ما في عندنا بقر وعندنا يعني الحمد لله رب العالمين كل شيء عندنا شوفوا ما احلى هال... هالحياه الجميله الصحيه، انا بدي افرجيكم زميلي حاتم طلع هذه هي الحبه السوريه اللي ابو احمد كان عم بيحكي لنا عنها وهي اللي معده اكثر للزيت وكمان عندنا احمد وشوفوا ما اجمل تشاركيه العائله بجز الزيتون كعائله وحده، احمد وينك؟ وين صرت؟ هيو ها 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 صباح الخير يا احمد وبلال بدك تنزل لنا يا بلال وهي احمد نزل لنا كيفك الله يسلمك الله يبارك فيك تفضل عندي عشان هيك نكون شايفينك كيف اخبارك قل لي من ايمتى من قد كان عمرك اول بلشت جزة الزيتون مع والدك جوز عمر عشر سنوات <applause> يعني من بلشنا حياتنا واحنا بالاراضي وبالزيتون وبالشغل الحمد لله رب العالمين موسم خير الحمد لله موسم خير ان شاء الله دائما مواسم الخير وهي بلال بلال اهلا اهلا صباح الورد بلال خبرنا اكثر ما هي الطرق انا برجع أقولكم لكم علينا عشان تكونوا واضحين للمشاهدين والمتابعين ما هي الطرق لجز الزيتون لحتى تتاكدوا انه ما في ولا حبه ضلت على الشجره المشط الايادي المشط الايادي نعم تمام طيب وانا بعرف انه هناك ايضا ابو احمد فيه عمال سوريين نعم. تفضل من من اهلنا السوريين الموجودين هون مرحبا يعطيكم العافية كيفكم كيف الأخبار أوه هلا ما بتفرق الحب السوداء عن الحب الخضراء الحب الأسود بيقدر مستوي آه بيقدر بعده يعني مش مستوي كثير بس المستوي بيطلع زيت أكثر اه أب... لا نسبة الزيت أكثر بس هذا بصير في حرقة آه. الزوت يعني في شعطة آه. كان حاط عليه فليفله اه بس هل هذا محبب لانه انا بعرف انه الشاطئ محبب الناس بحبوه اكثر من المستوى كثير بحبوه اكثر من المستوى كثير وهون اهلنا من سوريا يعطيكم الف عافيه قد لكم بعمان لنا شيخ ثلاث سنين <applause> ثلاث سنين وكيف الامور ان شاء الله تمام الحمد لله <applause> الحمد لله <applause> حضرتك من وين بسوريا من درعة من درعة، وانتم كمان بسوريا كمان نفس الامور بوقت المواسم كل العائله بتشترك بالشغل نعم اي <applause> 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 تمام يلا يعطيكم الف عافيه يعني بهذه الاجواء الجميله شوفوا ما احلى هالشمس وهالهواء وهالحلاوه، بهذه الاجواء الجميله من الارض الرائعه ومع اهلنا الرائعين كانت صبحيه مع غاده من عجلون، بنرجع لزملائنا بالاستوديو. يلا, 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 يلا. الله يلا, يلا. <applause>